فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم قيام بعرض تنزيلات وتخفيضات على منتج عندي لكي أزيد؟ ما حكم قيام بعرض تنزيلات وتخفيضات على منتج عندي لكي أزيد الزبائن، علما بأنه قد تتضرر المحلات الأخرى المنافسة لي؟ ما يجوز الإضرار بالناس، لا ضرر ولا ضرار. النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع الحاضر للبادي، منع من بيع الحاضر للبادي، ونهى عن تلقي الجلب. كل هذا لئلا يضر أهل السوق، تكون المصلحة للجميع ولا يختص بواحد. فاللي فيه ضرر على الناس وعلى أصحاب المحلات لا يجوز. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.